هوا عندك يا هلا والله باختي شهد. ايوه هذا والله انا الان قاعد اكتب خواطر في هذا الدفتر الصغير، ما لي اي دخل بالكوره اللي يعني انت دوري الكوره وانا بقعد اكتب خواطر، ما من معلم شيء. وين الكوره؟ جنبك على اليسار فوق المويه. الله عليك ما شاء الله تبارك الله يا اخي، شلون يعرفون؟ الف الف مبروك دخولك معنا بالسحب. قسيمه شرائيه بقيمه 3 يا اخي، شلون يعرفون يا اخي؟ يا اخي انا صراحه انا منبهر، منبهر جدا، انا استانس وانبسط لانه عندنا ناس اذكياء ما شاء الله تبارك. ترى هذيك اللي قبل شوي فازت شهاد من الرياض، هذه شهاد من المدينه. السلام عليكم اخوي سالم. الو يا سالم. الو حبيبي سالم، قصر التلفزيون واسمع من التلفون. اسمي عبد الله. عبد الله ولا سالم؟ عبد الله سالم. ونعم وسبعة نعم. نجحت ولا ما نجحت؟ نجحت. مميز امتياز ولا مو امتياز؟ ها؟ عبد الله، عبد الله ممتاز. كفو، عشان كذا ما نبي نسويك، انت ادخل السحب على طول، عشان كذا تعال بسولف معك. تعال عبد الله شلونك؟ ها حبيبي، ها يوم انك نجحت وشلون شعورك صار؟ سوينا حفلة. والسلام، يقول سوينا حفلة، والله ما عزمتون. طيب وليه ما عزمتوني؟ ليه؟ ما لقيتك. والا انا موجود هذاي. والله عشان كذا كنسل يا مخرج، ما في دخول السحب. على كيف نسوي حفلات ولا يعزمنا؟ ثانية على سالم. ها؟ شوف حبيبي عبد الله. حفلة ثانية على سالم. ألف 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 مبروك وتستاهل. وعشان انك ناجح خلاص دخلت معنا السحب على طول، تستاهل. شكرا. تعال بيكم هنا، تعال هنا بجيب شاهيك. لا لا تعال 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 بسرعه عشان لا لا بيك بسرعه. تعال هنا. معك الاخت لمار. السلام عليكم يا لمار. عليكم السلام. يا هلا والله، من وين تكلمينا يا اخت لمار؟ من الرياض. يا هلا والله باهل الرياض. بغبي الكرة هذه. لا اصبر، ناجحة ولا تختبر؟ يا اخي يمكن عاطلين، لا تحرجهم. اذا ناجحة اعطها اياه، اذا تختبر لا تعطيها. نبي نسوي مسابقة كذا اكشن فرفش وحركات. ها؟ طيب ناجحة ولا ما تدري ولا اختبارات الى الحين؟ اختبارات الحين. ايه خلاص اختبارات. طيب ما دام ان اخر اتصال معنا، ولانه اليوم اخر يوم. زين؟ اليوم اخر يوم لنا. ويطعم السلامة القفاري وهاي بوينت، بيض الله وجيهكم على مسابقات. بارك له كذا انت توزع جوائز. بارك له، بارك له على طول. تطلخ من راسك. ما اطلخ من راسي، احنا يطعم السلامة هذول ناس تستاهل، اي واحد يستاهل عطوه. والله يستاهلون. الف الف مبروك دخولك معنا بالسحب يا اخت لمار، وعلى تستاهلين. تستاهلين. الله يسعد، مبروك. خلي الوالد والوالدة يدعون لنا. نروح هناك يا ذيب. يلا بسم الله. بسم الله يا اخي. يا اخي شوف، انا قاعد افكر بكلام الدكتور قبل شوي. ايه يا اخي، في بعض الناس يجيك يعني هو اصلا فاشل بحياته، عرفت؟ صح. ولا عنده اي استعداد انه يتغير يصير انسان كويس، لكن وش يسوي؟ شفت الشماعه اللي تعلق عليها الملابس؟ يخلي اهله كلهم شماعات. اهلي ما يشجعونن، اهلي ما يسوون لي، مثلا يقول ما عندي سياره اروح اشوف نجاحي وكذا، يعني يجيب اعذار كذا ما تدري من وين. يعني انا شخصيا
كنت أقول أبى أصير منشد، بس إنه إذا صار معي سيارة علشان يمدينا نروح للقنوات، يمدينا نروح للاستديو، معلق بخلي الشماعة هي سيارة. يا سلام. عشان أنجح، بينما إني أقدر أنجح بدون سيارة. في ناس كثير نجحوا بدون سيارة، نجحوا هو يعني عرفت هو بيئة سلبية. هو حاط نباله وحاط من أهدافه النجاح يشتغل. ما ترى ما في نجاح يجي بدون عمل. أنا اللي أقصد إنه بيئتك السلبية ترى أنت سبب، أنت السبب فيها. يا أخي غير نفسك. تقدر تغير. طور نفسك، ما يحتاج إنه هلك يكونون إيجابيين علشان أنت تكون إيجابي. يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم وقدوتنا أهله وأقارب وعمانه كلهم كانوا مشركين، ما أحد كان يدعمه إلا عمه أبو طالب، وهذا هو نشر الإسلام يمين ويسار هو الصحابة، عرفت شلون؟ فبيئتك إذا كانت مهب بقى نزل مكسة. سلام عيال. سلام. شو اخباركم؟ هلا والله. مساك الله بالخير. شيخ خشم خشم. يلا حي. سلام شو اخباركم؟ هلا. طيبين شو علومكم؟ والله لا يفوتك ترى. والله يا عم ادسون العرض، اجلس عرض، اجلسوا. ها؟ اجلس. انا اعرف كم مقاس عبد الله جميري. اجلس تكفين تكفين. ميديم. عندي حاجة لازم نقول ضروري. اجلس سريع سريع. بس ترى اللزقة الحين موجودة. المشكلة شارينا انا ذات جديدة اليوم. شو اخباركم؟ شو العلوم؟ والله طيبين. كيف الحلقة؟ كيف قدمتوا يا اخوان؟ كيف اصلا ترى بالكم تقدمونها بدوني؟ ما دامك انت ما انت موجود اعرف ان الحلقة ممتازة. تصدق عاد؟ تصدق؟ ايه ولا واحد من اللي اتصل مش زعلان. في بعضهم قال السلام عليكم الف مبروك فايز. مع السلامة. اسالك بالله والله كف كف اعطيتك ثنتين. ما انا انت تكفي واحدة اصلا. طيب اذاك انت ها؟ من كبرك عشان تقول كذا؟ اسمع عيال. ها؟ اليوم يا جماعة مايك. مساكم الله بالخير يا جمهور. أسأل الله سبحانه جل جلاله من يرى الآن أن الله عز وجل يكتب القبول في دخول الجنة. قولوا أمين يا جماعة. آمين يا رب. وأن يمحي سيئاتنا ويزين حسناتنا. آمين يا جميع. ربي. الحلقة دي آخر حلقة، وأسف على التأخير صراحة، زحمة في الدائرة كذا، فأسف على التأخير. اليوم آخر حلقة، وبيض الله وجه الشباب أنه خلوا كل المتصلين يفوزون معنا في السحب. هذا من عطائكم وكرمكم، الله يكرمكم بالجنة. والجمهور يا شيخوان يستاهلون. وانزل واحد ذا سمبوسة. على فكرة يا إخوان، عندي اليوم ضيف فخم، اللي بيعرف حياة عبد الله اللي قبل البرنامج بالتمثيل ومن التمثيل، اليوم جاي مخرج راح يكشف أسرار. حلو. اسمعوا راح أجيب وجي. قبل ما نجيب الضيف، ولا عشان بس نعطي الضيف حقه. وقف الأم. اوه بشت حقي. ايه ايه ايوه. امي قالت ليش ما جات البشت اللي اعطتك شيء لك وذا؟ والله يما هذا البشت ما تنساهم معي. عشان ما ترضينني يما. وقف الام. اي نعم. الام عطاء ليس له حدود. يا سلام. والله وانا جاي بالطياره طبعا كذا فاهي كالعاده، قاعد نهوجس. والله قاعد نهوجس. ما نمت؟ لا ما نمت الحمد لله. قاعد نهوجس. احنا انا وعبد الله وانت مرينا باشياء، دائما تلقانا نروح الرياض نروح يمين ويسار، مقصرين بحق امهاتنا صح؟ كثير مقصر صح؟ كثير والله. اي والله مقصر. انت كم تقعد هنا؟ تقعد اسبوع اسبوعين مقصر. الحين لو تريد تقعد عند امك يوميا عند رجلينه وسويت ايش ما سويت له مقصر. لكن انا اعترف اني مقصر اكثر واكثر. صح. تكلمت بسناب قبل 4 ايام. قلت دائما حنا نجيب لامهاتنا هدايا، وش نجيب له؟ طقم ذهب. صح. الام اي هديه تقبلها. ولا تاخذه. صح. اسلم. لا غير هديه تقبلها، غير اي هديه تقبلها منك كولدها انت تعتبرها افضل هديه في حياتها. يا سلام. يمكن الذهب ذا ما تلبسه الا في اوقات اضخم شيء في الحياه. أسلم. بس تلقى مثلا هديه هذه فتره بعدين، يعني اي واحد ياخذ هديه يستانس بوقت بعدين. لكن زي الأوقاف هذه خاصة المكة، إذا تبرعت بها تبقى للدنيا ولا الآخرة. يعني أنت كسبت الثنتين ما كسبت واحدة. لما تجي لأمك تقول والله يمها أنا أسهم 100 ريال، والله يمها أنا قدمت لك 5 أسهم 500 ريال. صح. 500 ريال هل تفرق معك أنت؟ لا والله. تفرق معك أنت؟ عند رب العالمين تلقى أجر عظيم. يا سلام. أنا ما تفرق معي. في ناس تقول والله أنا ما أقدر. أوكي سهم واحد 100 ريال تقدر
تعطي امك انسان صح تبقى للدنيا وتبقى للاخره. وفي ناس اللي مره مره يعني طفرانين تلقوه يجمع لين يوصل للسهم هذا 100 ريال يا سلام. يعني مثلا الشهر هذا 50 ريال، الشهر الثاني 50 ريال، يلا ابي اشترك بالوقف هذا. تقدر تشترك لو ما تدفع ريال غير كذا يا جماعه. بمجرد ولا قاطع مجرد انك ترسله بجروب، ترسله بتويتر، انشر انشر بعد الدال على الخير تفعله. الله يعني انا الحين ما عندي او ما اقدر. في بعض الناس والله يقول انا عندي بس ما اعرف الطريق كذا. اذا مره ما وصل انشر. اي احد يجي من بعدك ويتبرع انت كانك رحت وتبرع. الله اكبر. يمكن توصل لتاجر عن طريقك ويتبرع بملايين. صح. وكل هالملايين هذه بحسابك انت. طيب يعني قصدك يا ابو فهد سوي تويت الان لعند حساب تويتر، انشر في انستغرام، انشر في جروب واتساب. يمكن سلام يعطيك العافيه بيض الله وجهك يا ام الحنان وجهك. ترى ايش فيك انت ركز. ايه المهم يعني ايش كنت بقول انا؟ انشر تؤجر. المهم يا جماعه لا احد ياكل من ذا عشان ضيفتك في الهاتف شلوننا. ها؟ وين الشاهي؟ الشاهي موجود. ايه خلاص يعطيك العافيه. فاسلم اسلم. لا اله الا الله محمد رسول الله. حق لنا الله. تقدر تتبرع له وتقدر تعطيه شيء بسيط، يعتبر هذا شيء بسيط. بس تخيل طيب تخيل تتصل على امك يوم من الايام تشوف رقمك، تدري دائما اذا دقيت على امي يا بسال عن شيء ولا بسلم عن ثيابي تبون تايب ممكن اسلم عن ايش اخبارك تبون صابون. بس هل تعتقد لما تدق على امك تقول والله يما انا بكلمت الموضوع وشو؟ والله يما انا اعتذر لاني مقصر بحقك. مش تطلع تبكي امك تبكي. ايش رايك مجرب؟ والله فكره حلوه. انا ابدا ولا مثلا ترسل له رساله نصيه ولا بالواتساب ما عليه تكلفه يما انا احبك. طيب معليش تعطونا يلا يا المشاهدين كلكم افتحوا جوالاتكم وامك ما تدري. في بعض الناس على فكره وارسل لامك يما انا احبك. في بعض الناس بقول قصه الحين بقول قصه. في بعض الناس ترى في 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 بينه وبين امه وابوه في مشكله. مثلا في بعض الناس يعني البيوت اسرار زين بس كل واحد يعرف سره. في بعض الناس في بينه وبين امه شيء، في بينه وبين ابوه شيء. اكيد لو تدق عليه الحين وتعتذر وش والله لو انك مزعل ابوك 20 سنه ما هو قايل لك لا ما هو ذا ابوك. لا بس والله تحمس الموضوع يا جماعه. ودنا نفتح كلات جوالات اذا تسمح لي انا بدق على امي اذا ما ردت. ارحب ارحب بعد على خير. لا معه لا الحين معه حتى هو احشره. يلا ساعات المخرج الاستاذ محمد العبيد احنا نجيها واحده. ايش علوم يلا حي يا هلا بعد المخرج القدير محمد العبيد. شو الاخبار؟ يلا حي ساكم طيبين. سريح يلا حي يا نروح هناك. ما اتفقنا والله. ها نروح هناك. خلنا جنب ذا اللي تبي. يلا ولا تعال اسمع احنا الورد. لا الورد تعال الورد تكفون يا ها تعال الورد. شوف يا هنا يا هناك عشان ضيفنا يتقهوى وياخذ من العلوم. خلنا جالسين هنا استريح. هذا والله ابو يا حي الله من جانا. الله يبارك يا هلا ابو ناصر عشان تشارك معنا في الاجر. ابو فهد الان ولا قاطع وارده قلنا بنرسل رساله. وش يا ابو فهد؟ انا عن نفسي والله بادق على الوالده اذا ما ردت علي. لا الوالده كل ما خليك. ايش رايك كل واحد يرسل رساله الان لامه ولابوه؟ كل واحده احبك يا امه احبك يا ابوي. لا تكفى الحين رساله نصيه. احبك يا امه احبك رساله لامك احبك يا امه ورساله ابوك احبك يا ابوي. يلا كلنا مشاهدين يا جماعه كلنا يا جماعه. تخيل ابوك شوف رده فعل ابوك رده فعل يا سلام. تخيل يرفع حتى لو ابوك نايم تخيل يرفع الجوال يشوف رساله متعود نبي ابي سو احبك يا ابوي. الله وين الكاميرا وين الكاميرا وين الكاميرا؟ اعطي كاميرا يا بوي. ها الكاميرا ذا راحت. احبك يا بوي وهذه امي الغاليه. هاي امك. السلام عليكم. حط سبيكر 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 قلنا على يمه. الو يمه شلونك؟ كيف حالكم طيبين؟ ابشرت الحمد لله اموركم زينه. بس صوتك تكفى. وينت؟ طالع العشاء يعني ما شافت حركه. ايه يمه ما ودي اطول عليك شكلك مشغول شوي. المهم يمه اسمعي هي كلمتين وبقفل زين. انت تدرين بالايام هذه احنا مشغولين تونا طالعين من برنامج ويعني تعرفين روحاتي وجياتي الكثيره. مقصرين بحق يمه. انا صراحه مقصر بحقك زين ويعني ابي تعذرينا وانت